الأسبوع اللي فات وزارة التربية والتعليم كده أصدرت منشور قالت فيه معدلات الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة، المدارس اللي أقل من 5000 مثلا الزيادة 25%، من 5 ل 10 حوالي 20%، الأعلى من كده ل 10,000 وأقل من 15 حوالي 15%، وهكذا. يعني هي حددت الشرائح الخاصة بهذا الأمر، وكان في تأكيد من أكثر من جهة رقابية زي جهاز حماية المنافسة إن يا جماعة لو سمحتوا مسألة اللبس في قواعد منظمه لليونيفورم، ما يكونش في اجبار لاولياء الامور او تغيير سريع في اليونيفورم عشان الناس ما يعني تروحش تشتري وتدفع فلوس تاني في زي مدرسي وزي مثلا بتاع السنه اللي فاتت لسه موجود او لسه كويس، وامور زي المستلزمات المدرسيه. ولكن الى اي مدى الامر ده موجود على الارض؟ الى اي مدى الامر ده بيطبق على الارض؟ بندعو حضراتكم تشاركونا كمان في هذا الحوار اللي بسعد فيه بالاستاذه اميره محمود منسق اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم. استاذه اميره اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كمان برحب بالاستاذ محمد ابو الفتوح عضو مجلس اداره جمعيه اصحاب المدارس الخاصه. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا محمد. شرفنا من اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسمح لنا نسمع الاول الامهات. طبيعي. في مسألة المدارس هنا الآباء ما بيتكلموش، هم أكيد. الأمهات هم اللي بيتكلموا. فأستاذة أميرة، إلى أي مدى شايفة إن فعلا بدأت المدارس الخاصة إن هي تطبق الأمور أو التعليمات اللي تطلع مين من التربية والتعليم أو من غيرها من الجهات؟ هو طبعا أولياء الأمور كانوا قبلوا القرار الوزاري طبعا بجدل كبير جدا، وكانوا شايفين ان في الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها، وطبعا مصر كمان من ضمن العالم، فكان صعب على اولياء الامور ان هم يستقبلوا خبر ان احنا هنرفع الشرائح بتاعه الزياده السنويه للمدارس. لان احنا لو قارنا السنه اللي فاتت بالعام زي ما حضرتك ذكرت، ان المدارس اللي هي كانت اقل من 5000 جنيه واقل من 10000 جنيه، اقل من 5000 جنيه السنه دي زادت 25%، تمام، واقل من 10000 جنيه زادت 20%. لو اتكلمنا عن السنه اللي فاتت كانت الزياده 10%، فطبعا دي نسبه مش صغيره. انا محرك، ولكن يمكن ظروف التشغيل، ما انا برضو فكر محرك، يمكن ما عنده مدرسين، المدرسين دي محتاجه اسعارهم تزيد. طيب طبعا اكيد انا مع حضرتك، يعني تفاصيل تانية كتير برضو اكيد غليت عليهم اكيد، لكن برضو قالوا طيب ليه مثلا تكون الزياده 25%؟ طيب ما كانت 10%، طب كنا خليناها 15%، طب كنا خليناها 20%. يعني اولياء الامور طبعا شريحه المدارس ال 5000 جنيه دي شريحه برضو قليله، ما هياش كتير، شريحه يعني قليله، وولي الامر بتاعها خلينا نقول بسيط اكيد، وولي الامر فيها أكيد. ممكن يكون بيعمل جمعيه عشان يقدر يدفع مصروفات السنه الدراسيه. ال 5000 جنيه يفرقوا، هيبقوا 7000 ونص بالظبط. وبعدين ما هو مش عنده مثلا، ما عندناش ثقافة في مصر إنه حد عنده طفل واحد، فهم عندهم طفل واثنين وثلاثة، فلما هو هيلاقي زيادة دي هيدفع كام؟ يعني هو ظروفه مش أكيد مش هتكون سامحة. بالإضافة كمان في ممكن ولي أمر يعمل كارت علشان يقدر يدخل ولاده. أصل أنا بتكلم على شراء مش 7000 ونص، ده أنا بتكلم على حوالي 1500 جنيه 1700 جنيه تقريبا، يعني بالكتير. وقولي 1500 جنيه. وبعدين ولي الأمر زيادة كمان يعني مش مشكلته كمان مصروفات مدارس وبس، ما هو بعد كده هيلاقي إن هو محتاج يشتري زي للمدرسة. ساعات برضو مدارس مش بتلتزم برضو بالزي، فاضطر ان هو يغير الزي، يبقى لسه الزي عند ابنه جديد. ودلوقتي كمان هي مساله ازاي هنجلها، ولكن على يعني مساله المصروفات، يعني شايفه ازاي ده؟ طب المدارس مثلا مصروفاتها من 20000 جنيه واقل من 25000 جنيه، بتكلم على زياده سنويه حوالي 10%. بتكلم على 10%، شايفه الزياده دي ازاي؟ برضو اولياء الامور انا بتكلم بصوتهم طبعا، شايفين برضو ان احنا ليه خليناها 10%؟ كانت ممكن تكون 7%. يعني برضو ولي الامر كان شايف في الظروف اللي احنا فيها دي، كان بس عايز ان يكون في مراعاه اكتر بالنسبه للشرائح، ولكن ده قرار وزاري وفي الغالب هو يعني هيكون هيطبق يعني ان شاء الله. لكن احنا برضو يعني بنطلب من المدارس بقى ان هي تطبق القرار ده ازاي. يعني ولي الامر لو هيقدر يدفع المدارس المصروفات الدراسيه على قسطين لو المدرسه عايزه كده، طب لو انا هقدر ادفع على 3 اقساط فين المشكله؟ ما هو انا اخترت المدرسه بارادتي، يعني انا عايزاها لابني، بس انا ممكن اكون مش قادر ادفع دفعه كبيره في الاول. طب ايه المشكله لو المدرسه تتعاون مع ولي الامر وتعمل تسهيلات؟ ده حقيقي. بدل 3 اقساط ممكن يكون 4 اقساط. في مدارس كتير بالمناسبه بتوصل لاربع اقساط وساعات 5 اقساط بالمناسبه. بالظبط. لكن طبعا فيمنا بيبدا من قبل السنه، يعني من قبل السنه ما بتبدا من الصيف بيحطوا مثلا قسط او قسط تاني في اول 9 ويبتدي يعد 3 اقساط مثلا فتره الدراسه. مظبوط. واكيد ده مش هيكون على كل اولياء الامور، يعني ممكن ولي الامر هيقدر يدفع الفلوس الدراسيه زي المدرسه بتحدد بالظبط على قسطين، لكن ممكن ولي الامر يحتاج ان هو يدفع على 4 اقساط. انا شايفه ان دي ما بقاش فيها مشكله، لازم برضو ان احنا نسهل الامور على بعض شويه. تمام. فدي برضو من ضمن مطالبات اولياء الامور.